هنا الرياضيين محتاجين ان هم يزودوا شويه من معلوماتهم ويثقفوا من معلوماتهم الرياضيه، يعني كل واحد محتاج ان هو يزود في ايه مثلا بالنسبه لكل تخصص، ولا يقرا في العموم في برنامج المدرب المحترف. احنا بنقول يعني ايه، يعني ايه الوعي يعمل مهاره، ويعني ايه اللا وعي يعمل مهاره، واللا وعي ده بيشتغل ازاي. يعني في فتره اسمها تسليم وتسلم. اللاعب اللي عنده ضعف في مهاره معينه، انا كان عندي 2 برازيليين محترفين طبعا، ولادي اللي بيسمعوا دلوقتي عارفين القصه، لونا وجواو، كانوا سنة 2009 قعدوا على اتصال بيا بعد ما مشوا، كانوا بيسألوني على حاجات كنا بنعملها في التمرين. هما راحوا بلادهم سافروا يعني، سافروا، فواحد كان محترف في البرتغال وواحد تاني رجع على البرازيل، لكن كانوا بيسألوني على حاجات احنا بنعملها ازاي، انا كنت بعملها ازاي، بنعملها ليه. ففهمت انا ان فعلا احنا حتى على المستوى العالمي احنا محتاجين قوي الجزئية دي. يعني ايه انا مرن اللاوعي؟ ما هو ده اللي بيعمل مهارة. بتاع الباسكت مثلا بيرمي رميات حره، ايوه في جزء من التمرين بره الملعب هيعملها وهو نايم، قبل ما ينام كده هيعمل شغل معين هيشتغل عليه، وده اللي كانوا بيسالوني عليه اللعيبه اللي كانوا عندي. هيعمل ايه قبل ما ينام اخر نص ساعه رياضي؟ يعمل ايه كل حاجه وهو بينام، وهو هينام. اسمها التسليم وتسلم. إيه الكونشس مايند، انت عايز تاخد كل حاجه؟ طبعا. النهارده الفكره عشان يعني نفيد الرياضيين واحنا كمان نستفيد من حضرتك. طبعا الكونشس مايند هو اللي شغال معانا طول اليوم، بيدي اوردر للسبكونشس مايند والسبكونشس ينفذ لحد ما نيجي ننام. قبل ننام من تلت لنص ساعه يبدا الكونشس يسلم كل حاجه للسبكونشس، يقول له ايه، خد بقى اهو انا ايه، انا خلاص انا خلص الموضوع بالنسبه لي. بيبدا السبكونشس مايند هنا يعمل حاجات كتيره جدا بقى، يعمل ريكفري بقى ويتخلص من ضغوط معينه ويعمل لك احلام، شغلانه كبيره قوي. خلال الفتره دي بقى هو بيشتغل على الحاجات اللي انت مش عارف تعملها كونشسلي، هو بيعملها سب كونشسلي. انا متعطل جدا في بدنيا كويس، بس الرميات الحره ما بتجيش معايا. التمرين بتاعها دلوقتي هو ده التمرين، لازم تعمل دلوقتي حالا. ليه؟ انا بسلم للسب كونشس، ما هو انا عايز اعمل ايه في الملعب في الحته دي، بشرط ان انا اكون بدنيا كويس وضعي وفنيا كويس جاهز يعني. جاهز. بس انا عندي التركه دي بس اللي عايزه تتظبط. تمام. كنا بنعملها في السبايك سيرف مثلا في فولي بول مع اللعيبه دي كده، اللي هو قبل ما ينام يشتغل ازاي، يتوقع الموضوع لا ده هو هيعمل تمرينه قبل ما ينام وهو بينام على طول. طب يا دكتور غششنا. حاضر. غششنا القصه دي، ممكن نعملها ازاي؟ السبايك سيرف مثلا، بقول له انت بتلعب بالسبايك سيرف منين بالظبط؟ تمام. هل بتلعبه بنص الملعب ولا بتلعبه جنب اليمين ولا بتلعبه جنب الشمال؟ فانت وانت نايم بتغمض عينيك لسه ما نمتش. تمام. وبترمي كورتك عاليه جدا والخطوات بتاعتك وانت شايف اللاين، لان انت مش هتستخدم اصلا الحواس، يعني مش هينفع انا برمي سبايك سيرف ابص على الشبكه. انا عينيا على الكوره. يعني انا بتخيل الموقف كله، شكل الملعب. ايوه. وان انا واقف هلعب السيرف. تمام. بالظبط. اني مكان، اني مكان في اني نقطه في الملعب بالظبط. بالظبط. كل التفاصيل مظبوط، شايفه قدامي بيني وبين الخط، وانا بقبض عليا خطواتي تقريبا بتوصل لحد فين عشان ما المس الخط، مش كده؟ كل الكلام ده بعمله وكأن انا برمي الكوره، نفس عميق جدا جدا، كل الفيلم ده انا بعمله 10 12 مره قبل ما انام. هنا بسميها ايه بقى؟ بسميها تسليم للعقل اللاواعي، ان هو ده اللي انا عايزه منك. وهنا بيحصل ايه بقى؟ هو بقى العقل اللاواعي طول ما انا نايم بقى بالليل عمال يشتغل الفيلم ده كده، وهيجيب لك في احلام بقى ماتش الفلاني والسيرف لما ضاع منك والمدرب، هيجيب لك حاجات كتير قوي. هيدخلني في على طول في المعركه، هو بيشتغل في الماتش على طول. ان هو عنده الجزء ده، تمام كده؟ لما انا اعمل الكلام ده بشكل منتظم اسمه التدريب اللاواعي ده، لا ادائي بيتحسن جدا، وفي اختبارات كبيره جدا عندي الفيديوهات يعني على الرميات الحره في الباسكت بول. يقول لك مثلا الهاند بول في التمويه، في التمويه انا مثلا داخل وهعمل فنت بجسمي. تمام. انا شخصيا هتعمله ازاي قبل النوم؟ كل القصه دي كده شغلانه جباره جدا في التدريب. طب هل ده ممكن يتم تطبيقه على اي شيء ولا بس في الرياضه؟ ده حياتك كلها كده، ما حصلش معاك زمان وانت في المدرسه؟ حصل انك نمت. لا سيبك من الرياضه، لا والرياضه كمان. والله اي حاجه كنت بتخيلها قبل ما انام مثلا بشكل معين، اقول له حاجه حاسس ان انا ممكن مش قادر اعملها. تمام. كنت دايما اقعد افكر فيها بشكل معين واتخيل ان انا بعرف اعملها. كان دايما بيجي لي بقى السيناريوهات بتاعت الاحلام دي. أيوة. يا اما كوابيس يا اما حاجه كويسه. ما هو موقف مرتبط بكوابيس برضه. بالظبط. اما زعلت وخسرت ومدرب شد معاك واللعيبه ضايقوك، اكيد في حاجات مش مظبوطه بنمر بيها. ما حصلش معاك ان في مساله مش عارف تحلها. وتعبت جدا ونمت زهقان. وقمت اول ما صحيت من النوم الصبح لقيتها محلوله. مين بقى اللي حلها؟ السب كونشس مايند. وانت نايم. ده جهاز خطير جدا جدا، هو الجهاز اصلا اللي مشغل كل حاجه عندي. لا وساعات كان برضه بيحصل حاجات تانية، ان الواحد ممكن من كتر ما هو بيفكر في حاجه
قبل ما ينام بشكل معين، يوم من نص النوم وهو فاكر يلاقي الحل لشيء معين، حاجه كان نفسه يعملها وما كانش لاقي لها مخرج مثلا، بيلاقي لها مخرج، بيلاقي لها حل. حد مش عارف كان ناسي اسمه او كان ناسي رقمه بيجي له في الحلم على فكره. ده اسمه ايه بقى؟ وبتقوم تكتب الكلام ده. ده اسمه ايه بقى؟ اسمه اختبار الاهداف. هل انا اهدافي صح ولا غلط؟ اذا الاهداف بتاعتك ما صحتكش من النوم تبقى ضعيفه. تبقى ضعيف. اذا ما صحتكش من النوم، اذا اول ما صحيت من النوم مباشره في اول 10 دقائق ما جاتش في بالك فكره الاهداف بتاعتك تبقى ضعيفه. معناها ان السب كونشس مايند ما سلمش حاجه عن الاهداف، لازم يسلم. في مشكله. ما هو يبقى هو مش محمل كويس بالهدف. تمام. واذا حضرتك دخلت الحمام وما جاش في بالك الهدف، انا بكلمك بجد. ايوه تمام. الحمام في موجه اسمها الفا في الحمام هي المسؤوله عن هل الاهداف دي واصله فعلا للسب كونشس ولا لا، هو اللي ينتج الطاقه بتاعتها. وبعدين وانت في الدش، في الدش لما جاش في بالك الاهداف بتاعتك يبقى كانها مش موجوده، وانت بتتمشى وانت بتصلي. ادي الاماكن اللي احنا بنختبر فيها القوه بتاعتها بتجيلك المفروض. الباشن بتاع الهدف. هل انا هدفي فعلا قوي جدا هحققه؟ بص انا اتيل الهدف بتاعي هتوصل بالطريقه دي.